مفاجأة من العيار التقيل للشيخ مبروك عطية، أول شيخ إسلامي يستضيف الفنانين والمشاهير والرقصات في برنامج من المفترض أن يكون ديني، سوف يتم عرضه في شهر رمضان المقبل. تابعوا معنا التفاصيل. أولا لابد من أن نذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تابعونا. يخوض دكتور مبروك عطية تجربة جديدة في عالم تقديم البرامج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. الدكتور مبروك عطية مش هيقدم برنامج ديني، مش هيدي فتوى ويحل بيها مشاكل المجتمع المصري بشكل ديني أو بشكل حكيم. لأول مرة هنشوف الدكتور مبروك عطية بيستضيف أهل الفن والمشاهير والأغاني الشعبية، شكل جديد بيتقدم في شهر رمضان المقبل اللي منتظرينه إن شاء الله في خلال أيام. فكرة البرنامج لما أثارت على الجمهور اتعرض ليها كتير من الانتقادات، لأن دكتور مبروك عطية متعودين عليه بشكل معين، بيخرج عن نطاق الدين والشرع وبيشتغل مع الفنانين ويقدم هم عملوا إيه وخلوا إيه وسووا إيه. مش عيب ولا حرام، بس ازاي واحد زي مبروك عطية صاحب العلم الكبير واللي بيحل بيه مشاكل المجتمع المصري بشكل حكيم، ازاي يسيب كل ده ويمسك شغلانة مع الفن والفنانين؟ احنا بنقدره وبنديله قيمة كبيرة، علشان كده عايزين نشوفه دايما في المكان المناسب واللي بيريحنا فيه. برنامج الدكتور مبروك عطية بيتم عرضه على قناة شاشة دبي في رمضان، وبيستضيف فيها مجموعة كبيرة من الفنانين. البرنامج اللي بيتم عرضه عبارة عن كذا فقرة، من ضمنها فقرة استضافة فنان للتحدث معه حول الأمور الحياتية والعمل في ظل الكورونا. فقرة تانية بيتم عرض سكتش أو مشكلة حياتية اجتماعية بيعلق عليها الفنان من وجهة نظره ومبادئه. وهنا المفاجأة، ازاي مبروك عطية بدل ما هو يرد على المشكلة الحياتية الاجتماعية بشكل ديني وحكيم، يسيبها للفنان اللي حياته كلها مليئة بالمشاكل والانتقادات. الفقرة الأخيرة في البرنامج بيتم عرض تقرير عن مشاكل أحد المحاربين في الحياة، وبيقدم المساعدات ليهم أو بيتم تقديم المساعدة ليهم. مبروك عطية سوف يستضيف مجموعة من الفنانين، منهم عمر كمال، وفاء عامر، مدلين طبر، حسن شاكوش، شيماء سيف، اسلام ابراهيم، ومحمد جمعة وغيرهم من الفنانين على مدار 15 حلقة فقط وليس 30. الفنانة مدلين طبر عرضت على حسابها الشخصي صورة مع الدكتور مبروك عطية وأعربت عن سعادتها بتواجدها في البرنامج، وقالت إنها حبت الفكرة والرسالة اللي بيقدمها الشيخ مبروك عطية بالبرنامج. أما الفنان سعد الصغير فنشر صورة من كواليس الحلقة وعلق عليها وقال: أنا دايما شخصيا بحبه جدا وبفضل أتابعه كتير، دكتور مبروك عطية انتظرونا قريبا. أما المطرب الشعبي عمر كمال أعرب عن حزنه للتعليقات السلبية اللي تلقاها فور نشر صورته مع الشيخ مبروك عطية. لكن إليكم المفاجأة، المطرب عمر كمال بعد أن قابل الشيخ مبروك عطية وقعد معاه قال أن هو لن يستعين برقصات في أعماله المقبلة، وعاهد الجمهور على عدم تقديم أعمال مبتذلة، وذلك بعد التعليقات السلبية اللي رآها على وجود الراقصة لوردينا في كليب أنت معلمة، وقال أن الناس تركز مركزة معاه جدا رغم أن هناك فنانين استعانوا بنفس الرقصة. دخلت أصلي الجمعة لقيت واحد بيقول للتاني تعالى أقف جنبي بدل ما ربنا ما يتقبلش منك الصلاة، علشان كده بطلت أصلي في المسجد بسبب الناس، وده بيرجع للناس والتربية. وأكد إن ليس لديه مانع أن يقدم أغاني حماسية على كلام ديني، لكن محدش عاجبه حال التاني في مصر. الشيخ مبروك عطية أول داعية إسلامي يستضيف مطربين ورقصات في برنامج في شهر رمضان المقبل.